تحولات آيا صوفيا خلال 15 قرنا من التاريخ. آيا صوفيا البناء التاريخي الذي يبلغ عمره 1438 عاما، تنقل بين هويات دينية وقومية ثلاث، ككنيسة أرثوذكسية بيزنطية من عام 537 إلى عام 1453، ثم مسجد عثماني من عام 1453 إلى عام 1935، وأخيراً كمتحف تركي قومي من عام 1935 وحتى عام 2020. وها هو اليوم يعود إلى مسجد مرة أخرى بأمر من حكومة أنقرة. كان بناء آيا صوفيا أول الأمر كنيسة عظمى أنشأها الإمبراطور البيزنطي جستينيان في عام 537 ميلادية، ظلت على وضعها ككنيسة حتى الغزو العثماني للقسطنطينية على يد السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح، الذي دخل الكنيسة وسط جنوده ورجال دولته والعلماء، ثم أعلن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وحضر أول صلاة جمعة في جامع آيا صوفيا بتاريخ الأول من حزيران عام 1453. وفقاً لشهادة العديد من الرحالة الأجانب، كان آيا صوفيا وقت الغزو العثماني في حالة سيئة للغاية، لذلك أمر محمد الثاني بترميمه بسلسلة طويلة من التجديدات والإصلاحات العثمانية في المبنى العتيق. وفي عام 1849 شهد الجامع أكبر أعمال التجديدات فيه بأمر من السلطان عبد المجيد الأول. ومع قيام الجمهورية التركية في أنقرة على أنقاض السلطنة العثمانية عام 1923، أعلن مصطفى كمال أتاتورك إيقاف عمل آيا صوفيا كجامع وتحويله إلى متحف يحتفظ بكامل التداخلات البيزنطية المسيحية العثمانية الإسلامية على السواء. ولكن بعد صعود الإسلاميين الأتراك العدالة والتنمية إلى رأس السلطة في تركيا عام 2002، كتب لآيا صوفيا من جديد أن يعيش صراعاً على هويته في ظل وجود أردوغان، حتى وقع أردوغان في العاشر من يوليو 2020 قراراً بتحويله إلى مسجد. فأي متغيرات وتطورات ينتظرها هذا المكان لكي يسطرها في التاريخ؟